قامت صحيفة جنوب إفريقية بتسريب كثير من المفاوضات والصدام بين النادي الأهلي وبيتسو موسيمان. الصحيفة هي آي ديسك تايمز. أهي الصحيفة عشان الناس. ونشين الموقع ونشين الحاجة على نجم الجماهير أهو آي ديسك تايمز. أهي آي ديسك تايمز الصحيفة الجنوب إفريقية ماشي اللي فجرت قنبلة مدوية عن احتمالية رحيل بيتسو موسيماني عن القلعة الحمراء هذا الأسبوع. الصحيفة الجنوب إفريقية آي ديسك تايمز قالت كلام كتير قوي وفجرت أزمات كتيرة قوي، وكشفت عن تفاصيل الخلافات بين النادي الأهلي وبين بيتسو موسيماني على تجديد تعاقد. بالمناسبة، ولا خليني أقول لك رد أمير توفيق، أنا أهو هكتب لك أهو عشان ما نساوش، هقول لك اللي قالته هنا إيه واللي قالوه هنا إيه. رد أمير توفيق، مش هقول لك بقى لا مصدر ولا مش مصدر، أنا الأوان إن أنا أقول لك الأمور بمسمياتها والتفاصيل بمسمياتها. طيب، صحيفة آي ديسك تايمز قالت إن فيما يمكن أن يكون على الأرجح قنبلة في كرة القدم الإفريقية، من المحتمل أن يغادر مدرب الأهلي بيتسو موسيماني النادي هذا الأسبوع إذا لم يتم حل المفاوضات الحالية بشأن عقده الجديد. آي ديسك تايمز تابعت تجديد العقد بين بيتسو موسيماني والنادي الأهلي، ولكنها وصلت إلى طريق مسدود، ويعتقد أن السبيل الوحيد لتغيير الوضع الحالي أو تحسنه هو الاتفاق على شروط العقد الجديد. موسيماني الذي أنهى 12 شهراً قضاها في الأهلي، والتي شهدت فوزه بأربع ألقاب من بينها لقبان إفريقيان هما دوري الأبطال الأفريقي والسوبر الأفريقي، وهو وأيضاً الفوز بدور الأبطال الإفريقي مرتين، وهو شيء لم يتمكن العملاق المصري من تحقيقه خلال السنوات القليلة الماضية. قبل سبع سنوات من وصول مدرب بافانا السابق، لأن بيتسو موسيماني كان شغال مساعد مع كارلوس ألبرتو بيريرا المدرب العام جنوب أفريقيا في كأس العالم 2010، كان بيتسو مساعد لي معانا في اللايف استاذ مهيب عبد الهادي. هعمل لك دلوقتي لايف مداخله يا استاذ مهيب عشان انت من الناس اللي اتظلموا واتفرجوا، هعمل لك مداخله. على عكس التقارير التي تفيد بان موسيماني والاهلي كان على وشك تجديد العقد زي ما قالوا لنا لمده عامين اضافيين، فان هذا ليس الوضع الذي جمعته اي ديسك تايمز. في قلب هذه المفاوضات والمأزق يعتقد ان بند الحمايه الشرط الجزائي هو مصدر الخلاف بين الطرفين النادي الأهلي وبيتسو موسيماني. الجماهير والأندية في شمال إفريقيا في حالة تقلب، ويطالبون بالرحيل عند الهزائم، مما يدفع رؤساء الأندية إلى اتخاذ قرارات مفاجئة لإرضاء الجماهير. ووفقا لمصادر من مصر، رغم إعجاب الخطيب بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، إلا أن هذا الشرط قد يقود السبب في رحيل موسيماني وحمل حقائبه والعودة إلى جنوب أفريقيا. هذا ما ذكرته صحيفة آي ديسك تايمز الجنوب أفريقية اللي قالت الكلام ده. أهو يا عم، أهو يا سيدي، ماشي، وده الموضوع أهو، وأنا قلت لك ترجمته دلوقتي، والترجمة جبت لك ترجمة حرفية من جوجل أهو، ماشي. طيب، الموضوع ده إحنا ده اللي قالته الصحيفة الجنوب أفريقية، ان في صدام بين النادي الاهلي وبيتسو موسيماني، والسبب هو الشرط الجزائي. وانا قلت لكم خلال الايام القليله الماضيه حتى امس ان هناك جلسه سوف تجمع الكابتن محمود الخطيب وبيتسو موسيماني لحل بعض البنود دي كانت الاتي: اهم بند فيها الغاء الغرامه الماليه، زي ما قلت لك الغاء الغرامه الماليه يتمسك بها بيتسو موسيماني وزوجته، ويعتبر مويرا موسيماني يعتبرون هذه الغرامة المالية إهانة تاريخية للمدرب الجنوب أفريقي الذي نجح في الفوز ببطولتي جنوب أفريقيا مرتين متتاليتين. أنا بقول لك اللي حصل على الترابيزة وكنت بقوله لك قبل كده. أمر الثاني الراتب، هم طالبين زيادة في الراتب، طالبين 120,000، بياخد 120,000 دولار، هم طلبوا 200,000 دولار. المفاجأة أنهم يرفضون
التنازل عن $200,000. عندهم مبرر فيه شيء من المنطق. قال لك انتوا كنتم جايبين ريني فايلا ب 220,000 يورو. ب 220,000 يورو. انا النهارده طالب $200,000. فايلر سبك ومش انا قاعد معاه. فايلر ما كملش الدوري. انا فزت لك ببطولتين افريقيا. بقول لك اللي بتقوله مويرا موسيماني على ترابيزه المفاوضات. ماشي. فكان في كلام على جلسه بين الخطيب وبيتسو موسيماني تحل كل الازمات دي. في جزئيه النهارده اشعلت الغضب ووترت الامور، والجزئيه هي ان الكابتن محمود الخطيب كان قايل له بلاش نتكلم في صحافه جنوب افريقيا ونبقى بننسق مع بعض، هتقول ايه وتعمل ايه. موسيماني ما اتكلمش ولا مراته اتكلمت، لكن لجأوا للامور الطبيعيه هو تسريب الاخبار الى الصحافه الجنوب افريقيه. يعني الراجل اللي قاعد في ساوث افريكا ده هيرفع هيعرف موسيماني عمل ايه الا بالاتصال مع موسيماني او مويرا موسيماني. هو ده اللي بيحصل. فتم تسريب الخبر. فالان يعقد اجتماع طارئ لبحث هذا الامر بين كابتن محمود الخطيب وامير توفيق لبحث الامر. طيب يبقى نقاط الخلاف ثلاثة. لسه ما قلتلكش الشرط الجزائي. الغاء العقوبة، رفع الراتب إلى $200,000. الشرط الجزائي قالوا فيه مفاجأة رهيبة. إيه المفاجأة؟ قال لك يبقى 3 شهور لو أنا كسبان الدوري وبطولة أفريقيا. يبقى هو كده عاوز يحط هو على نفسه هو 3 شهور. لما يبقى كسبان وعاوز يمشي النادي اللي عاوز يدفع 3 شهور. و6 شهور لو أنا خسران الدوري أو دوري أبطال أفريقيا. ليه؟ يقول لك يبقى كده انت مش مديني فرصه اكمل مشروعي. انا قعدت مع سان داونز 8 سنين وبعت سان داونز وجيت لك والجمهور وقف قدام الباص وقعد يشتمني بامي عشان سبت سان داونز. يبقى انا جاي اقعد عندك عدد من السنوات، وبالمناسبه عقده مستمر للموسم الثاني وفقا لما اكده لي امير توفيق، وانهم يتفاوضون على تمديد العقد الموسم او لموسمين. هي عايزه موسمين، يعني بالموسم اللي جاي يبقى 3 مواسم. هو عايز يعمل مشروع واستقرار، عاوز يعمل مشروع واستقرار في النادي الاهلي، عشان كده جايب كل الرجاله معاه من جنوب افريقيا. لو مش هياخد كل الرجاله، المحللين وبتاع المؤهل البدني والمساعد ومش عارف ايه حتى المساعد. طيب فيبقى الخلاف على 3 نقاط عشان نبقى موضحين امورنا. اول جزئيه وهي ان بيتسو موسيماني يرفض العقوبه الماليه، يطالب بالغائها من نوع التقدير له، وان دي سابقه غير مسبوقه في حياته، وانه امر سوف يعير به على مدار حياته. 2 يطلب راتب $200,000، وقال ان كنتوا بتدوا لريني فايلر اللي ما عملش ما فازش بطولات افريقيا، قصده يقول يعني الفاشل واللي سبك ومشي، 220,000 يورو. وقال ان الشرط الجزائي لو انا كسبان، يعني هو عايز يقول عليا يبقى 3 شهور. لو كسبان دوري ابطال افريقيا والدوري العام وعاوزين نفض الارتباط ندفع 3 شهور، اي طرف يدفع 3 شهور، لكن لو انا خسران يبقى 6 شهور. اللي عاوز يفض يدفع 6 شهور. معنى الكلام ده انت بتكبل وتكتف النادي الاهلي، انه ما يعرفش يتخلص منك. لو هو عاوز تمشي ويدفع لك 6 في $200,000، يعني 1,200,000 جنيه، لا. فالشرط ده هو شرط الازمه وفقا لما اكدته الصحيفه الجنوب افريقيه، ووفقا لما اشرت انا اليه في الايام القليله الماضيه، وقلت ان الكابتن الخطيب هيقعد ويحل كل الامور.